انا بره ورق زي الزفت. كنا كويسين، الله يخرب بيت الدكتور على المدرس. خلينا في اللعب. روق يا دكتور، انا حاسس انك انت اللي هتكسب في الاخر، واللعب واخر. انت بتقول فيها انا لازم اكسب الليل. هو مش قصده تكسب البرتيتا؟ ومين قال لك ان انا قصدي على البرتيتا؟ قصده على السنيوره اللي عنده الدكتوره. احنا اصلنا دكاتره، لما يكون في حاله محتاجه عمليه لازم تتعمل فورا، وانا الليله عندي عمليه. عند اذنكم. ما شوف مين. مساء الخير. مساء النور. اهلا. ده احنا قلنا مش هنشوفك بعد كده. ليه مكان؟ طبعا لازم يكون ليك مكان. بس انا شايفكم كاملين. ايه رايك نلعب لعبه مثيره انا وانت وبس؟ تعرف يا اخي انا طول عمري احب الالعاب المثيره. اعتبرني جاهز. يبقى الترابيزه كلها لازم تتفرج. هتلعب على ايه؟ عليها. ايه مين؟ هو في غيرك؟ الدكتورة أمل يا أخ. سكت ليه يا أخ هاني؟ ما تقول حاجة. قلت لا. خايف تخسرها مش كده؟ لا. أمال إيه؟ حاجات كتير أنت ما تعرفهاش ولا تقدرها. أولاً أمل مش رخيصة عشان نلعب عليها دور كوتشينا. أنا معاك إنها مش رخيصة، بس كل اللعب ما كان على حاجة غالية يكون مثير أكتر. أنا ما أقدرش ألعب على حاجة مش ملكي، وأنت كمان ما تقدرش تلعب على حاجة مش ملكك. قصدك تقول إن الدكتورة مش صاحبتك؟ ولا صاحبتك أنت كمان. ثم أفرض أنا اللي كسبت، هتدفع منين؟ إذا كانت أمل معانا أساساً. بقول لك إيه؟ ما تيجي نلعب لعبة أكثر إثارة، ها؟ نلعب على الهدوم حتة حتة، واللي يخسر يخرج من هنا ملط. أنا ماشي. رايح فين؟ أنا اللي همشي، خليك أنت مع أصحابك. بس أحب أقول لك على حاجة. شوف يا دكتور، إحنا في زمن الست فيه بتختار الراجل اللي يملى عينها عشان تبقى عارف كويس. صباح الخير.